الكورتيزون بس الزون بس الزون بس. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج وسام شرف. الحلقة النهاردة بعنوان حلم الغلابة، حلم أب يدفن ابنه، حلم أم يخرج ابنها وتدفنه، حلم بلد بالكامل تطمئن على ابنها وتدفنه. إنه المهندس نور سعد كلش ابن الرغامة، مركز الرياض، محافظة كفر الشيخ. باشمهندس نور من يوم الجمعة الصبح وهو في المياه، أنقاص كتير جت معظمها كانت بالجهود الذاتية، وخلال زيارة اللواء جمال نور الدين اتغير الوضع خالص، وبدأ فيه غطاسين، وبدأ فيه يعني العملية اتغيرت. فلكل اللي بنتمناه خلال الفترة اللي جاية، طبعا 6 أيام موجودة في المية، بقت العملية النهاردة على لا احنا لو فكرنا فيها ان واحد بقاله 6 أيام في المية، نقول ربنا يصبر امه وربنا يصبر ابوه وربنا يرخي الصبر على الجميع. وطبعا احنا بنقول نور من الشهداء، وربنا ان شاء الله يجعله كده سبب في دخول ابوه وامه الجنة، وان شاء الله خلال الفترة اللي جاية تكون احسن لابوه وامه، وربنا يعوضهم خير عنه يا رب. معانا النهاردة الاخ عبد الحميد الغنام، هو من قرايب الاخ نور، وان شاء الله هو يقول لنا الحكاية بالضبط والقصة دلوقتي لو يعني. طيب الو. ايوه يا فندم، معاك. اهلا وسهلا حميد، الله يخليك حضرتك، ازيك يا اسلام لو، الله يبارك لك. عاوزينك تقول لنا الحكايه ايه بالظبط من اول يوم الجمعه لغايه دلوقتي، وايه اللي تم، وايه اللي انتوا عاوزينه، وايه اللي يعني ادينا فكره على الموضوع بالكامل يعني. والله يا اسلام لو، احنا دلوقتي اهل قريه الرغامه. ايوه، مش قريه الرغامه بس، مركز الرياض بالكامل بكره، الناس واقفه على الشط بتدور على الشط من اول اسكندريه لحد من بعد جمصه. بدايه الموضوع تواطؤ واضح وصريح وباين للجميع من القيادات، قيادات ما اتحركتش الا لما السوشيال ميديا اشتغلت، وسائل التواصل الاجتماعي اشتغلت. طبعا انا بقول الكلام ده وفي ناس هتستغربه، لان انا شاب من شباب العمل العام، وشاب من شباب العمل العام الخدمي، ودايما قريب من المشاهدين وبساعدهم واقف جنبهم. فكان كل المتوقع ان انا لما اتكلم في القصه ديت ان انا ادافع عن المسؤوليه. اما المسؤولين، لا انا عاوزك تقصد يعني انت بتقصد المسؤولين تيجي لي بعد 5 أيام، الدنيا اتحركت بعد 5 أيام، بس بعد ايه؟ بعد يعني لسه جاي لك امبارح؟ لسه جايين امبارح يا استاذ حميد، النهارده السادس، يعني هل المسؤولين كان عندك امبارح؟ 5 يوم، انا عاوزهم 5 يوم يعملوا ايه يا فندي؟ انا عاوزهم خمس، انا كنت عاوزهم من اول يوم معاي بنفس الجهد اللي هم شغالين بيه ده، وبنفس الكثافه اللي هم شغالين بيه، كنت عاوزهم من اول يوم، لان انا ما اعرفش نور كان اول يوم فين، وتاني يوم بقى فين، وتالت يوم بقى فين. كل يوم الوقت بيعدي علينا، الامور بتتصعب وبتتازم. نواب مجلس الشعب جايين لي 5 يوم، انا مش عاوز نائب مجلس الشعب يجي لي يقفل على البحر معايا، انا عاوز نائب مجلس الشعب يوصل صوت اللي انا مش قادر اوصل له، يوصل صوت للرئيس السيسي، يوصل صوت لرئيس الوزراء، يوصل صوت للمسؤولين للوزراء. انا اكلم المحافظ، انا كلمت المحافظ، والصحفيين بتوع بلدنا واخواتنا كلموا المحافظ، بس انا جاي بقعدوا مجلس الشعب عشان تكلموا المحافظ؟ انا عاوزك تناشد السيس، عاوزك تناشد رئيس الوزراء. النهارده البحريه جابت لانش عليه 4، الـ4 دول هيقدروا يمسحوا الشط ده لوحده شهر بالطريقه دي، احنا مش عاملين حاجه. لا يعني هم بس كانوا يعني لانش واحد اللي كان عليه 4 اللي كانوا موجودين. يا راي كان تم التواصل على مستويات اعلى، لا 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 لانش كان بقى لانش واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، عشان نقدر نمسح كل الاعتماد على المتطوعين والغواصين المتطوعين واهل الشهابية والشيخ مبارك والعمار المحترمين اللي لا قدر الله ما قدرناش نوصل لابننا، هيكون ليهم جميل على راسنا عمرنا ما هننساه. انا النهاردة بقول كلمة واحدة يا سيادة الرئيس، يا معالي دولة رئيس الوزراء، عاوزين صوبع رجل ايد راس اي حاجه من ابننا ناخده ندفنه في المقابر. ابوه وامه، ابوه وامه اكتر حاجه النهارده بيتمنوها واعلى امانيهم، ان هم عاوزين من ابنهم حته عضمايه يحطها في مقابر العائله في الرغامه، في قريه الرغامه مركز الرياض، عشان يروحوا يزوروا ابنهم. ولكن بعد ايه؟ بعد فوات الاوان، بعد 6 أيام، اليوم السادس قرب على الانتهاء. طب الناس الغطاسين اللي بينزلوا يا استاذ عبد الحميد بيطمنكم بايه ولا بيقولوا لكم ايه؟ الغطاسين اللي بينزلوا، لا الموج عالي، لا
الصخور مش عارفين نخش بين الصخور، الطيار ما فيش حاجة. طب هنعمل ايه يعني؟ ايه يعني ايه الحل؟ ما هو لو التكثيف ده والجهد ده اتعمل من اول يوم ما كناش وصلنا. طب ما هو معالي اللواء جمال نور الدين كان زاركم تقريبا بعد 3 ايام ولا في اليوم الكام؟ معالي اللواء نور الدين جه امبارح يا فندم. جه خمس يوم فعلا. لما جه تواصل مع المسؤولين، احنا مش هننكر الكلام ده، تواصل مع قيادة المنطقة الشمالية، بعتت لانش بغواصين بالناس بتوع البحرية، بس احنا لانش مش هيكفي، لانش واثنين وثلاثة واربعة. طيب دلوقتي احنا عاوزين نقول حاجة، يعني في حد من والدته ولا والده موجودين ظروفه بيه خلال 6 ايام دول؟ انت ابن يعني ام واب، لما ابنهم في المية بقاله 6 ايام، اسمى امانيهم ان هم يشوفوا حاجة من ابنهم، شكلهم ايه؟ ربنا يطمنهم يا رب. يعني ما بص، مهما اوصف لك ومهما اقول لك عن حالة الاب والام، انا مش هقدر اوصف لك، مش هقدر اقول لك حالة الاب والام ايه. انا ابن البلد، اما ما عدتش بنام الا الساعة 5 الصبح، الساعة 9 والساعة 10 بنكون على البحر، وفي ناس من قبلنا بتقعد هنا للفجر، احنا ما عدناش بننام. احنا كل البلد موجودة باكملها هنا على الشط. طيب انا عاوز اقول لك حاجة يا استاذ عبد الحميد. النهاردة احنا عاوزين نقوله ايه المطلوب خلال الفترات اللي احنا موجودين فيها دي. احنا دلوقتي بقينا 6 ايام وخلاص، اللي فات خلال الست ايام، ان كان في تقصير من هنا ولا ان كان تقصير من هنا، وطبعا ده اب وام كلنا بنعذرهم، لان النهاردة اللي ابنه بتأخر على البيت بس ساعتين وعارف ان هو حي ما بينامش، فما بالك ان واحد عارف ان ابنه موجود في المية، فصعب جدا ان احنا هنقول شعوره ايه ومشعوره ايه. شعور واحد ان ابوه ابنه ميت، شعور واحد ان ابنه مش عارف يطلعه، شعور واحد ان مش عارف يدفنه. فايه المطلوب ان احنا نقدر نساعد كلنا في الموضوع دوت، وان احنا نقدر نوصل صوتنا لمعالي اللواء جمال نور الدين. وانا عارف ان اللواء جمال نور الدين يعني الراجل ما بيقعدش وبيتحرك وبيروح ويجي، وهو انا متاكد 100% ان هو هيقدر يساعد معانا خلال الفتره اللي موجوده دي. نشيدنا معالي اللواء جمال نور الدين فاكثر من موضوع، ومشكورا المواضيع دي اتحلت ومتواصلين معاه، وهو يعلم جيدا من يتحدث في التليفون معاك الاول، وقيادات المحافظه كلها تعرف مين اللي بيتكلم في التليفون دلوقتي كويس. ولكن انا احنا هنحاول نعمل نتصل دلوقتي بمعالي اللواء جمال نور الدين، وبرضه نشوف اخر موقف ايه اللي ممكن يتم وايه اللي ممكن نعمله. طب في مصيب بلطيم، في هناك في مجلس مدينه لمصيب بلطيم، دورهم ايه في الموضوع ده؟ مصيب بلطيم معانا الاستاذ عصام، يعني هو كان جنبي دلوقتي معانا من اول لحظه، ومعانا المحترم رئيس النقطه النقيب ياسر. الناس ديت انا مش هقول لك، يعني ما في الظروف دي ما ينفعش اقول يتكافئوا، لان هم دومت انت لما تكون في مشكله كبيره، وحتى هو لو شغلهم، الناس دي اي حاجه قادره تعملها بتحاول تعملها. انا بناشد من خلالك السيد جمال نور الدين المحافظ، مخاطب الثاني او اتصال عتيف على قياده القوات الشماليه، احنا عاوزين لانش واثنين وثلاثه وعشره، عشان نحس ان احنا مفيش تقصير، عشان لما نمشي من على البحر ونصلي على ابننا في صلاة الغايب يبقى احنا ما قصرناش في حقه، دورنا عليه في كل حته ما لقناش، انما غواصه واحده مش هتكفي. ده اقل حاجه النهارده يقدروا يقدموها لنا. احنا بنضم صوتنا صوتك، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى، وندعو كل الموجودين واللي بيسمعونا دلوقتي ان هو يدعو ربنا سبحانه وتعالى، لان الحلول البشرية عجزت، فما عادش الا حل من عند ربنا هو الاول وهو الاخر، وان شاء الله ربنا يطمنه. ونتمنى قبل ما يغرب هذا اليوم ان شاء الله ان يكون طلع وتدفنوه وتطمنوا عليه، وتعزينا للوالد والوالدة والرغامة كلها واهل الرياض كلهم، وبنقول لهم يعني شدوا حيلكم وده قدر، وان شاء الله الباشمهندس نور من الشهداء، وان شاء الله يعني بنحسبه كذلك. وبعدين احنا بنشايفين كل الناس بتدعي له، يعني انا يعني يمكن ما فيش معرفه شخصيه بيني وبين الباشمهندس نور، بس من خلال الناس اللي بتدعي له ان شاب كان تقي وكان صالح، ونتمنى ان شاء الله ان يكون سبب في دخول ابوه الجنه. واحنا بنشكرك يا استاذ عبد الحميد، وان شاء الله احنا بنساعد معك باللي نقدر عليه، وان شاء الله يعني خلال الفترات اللي جايه ده يبقى افضل. يعني معانا اتصال تاني. الو، ايوه ابراهيم، ادعو سلام له. الله يبارك لك وخليك. انت فين دلوقتي يا ابراهيم؟ انا في المصيف. انت موجود دلوقتي؟ موجود في المصيف في شط الامل. في شط الامل. انتوا بتدوروا في كل الشطوط في شط معين ولا في مصيف بلطيم كله؟
حضرتك احنا بندور من اول المكان اللي هو غرق فين حد المغاز بتاع كونشيتر لحد مبنى مارينا دلتا اللي على الدولة. اه وحضرتك احنا ما سبناش اي حاجة ما عملناهاش. اه طيب ولكن مفيش هو مين اللي كان مع يعني انا عاوزة تحكي لي القصة بتاعت الباشمهندس نور غرق ازاي لان الناس من كتر الفترة بقت ست ايام في ناس بتقول احنا باين عندنا امل ان نور ما غرقش. والله حضرتك هو اخوه الصغير كان في المصيف من قبل حالة الغرق بثلاث او اربع ايام. اه فوالدته حلمت حلم وحش ان هو يحصل له حاجة ان اخوه الصغير يحصل له حاجة. اه فقالت له اطلع يا نور دلوقتي خد العربية بتاعتنا واطلع هات اخوه. كان الكلام ده يوم الجمعة ولا يوم الخميس؟ الكلام ده يوم الخميس صباح الجمعة. اه نور جاب العربية على ما وصل هنا كان وصل بالليل الساعة 12 بالليل او الساعة 1. اه دخل سهر مع اخوه قعدوا لعبوا كرة شوية ومش عارف ايه والنهار طلع نزلوا البحر. نزل هو واخوه واصحاب اخوه ثلاثة او اربعة كانوا معاه. اه الموجة فرقتهم عن بعض فاصحاب اخوه طلعوا ما عادش غير ابراهيم ونور واصحاب اخوه واقفين على اللتان يعني هم شايفين الواقعة كلها. يعني هم حضروا في الوقت بتاع الاستشهاد يعني بتاع الغرق. اخر حاجة شافوها ان ايد نور نزلت تحت في المية في الموجة ما طلعتش تاني. كان في المكان ده فين يا كان يعني المكان فين في بلطيم؟ في شط الامل في ريح القوات المسلحة بالظبط. اه ما بين القوات المسلحة واللسان. ده يعني من يوم الجمعة النهاردة يعتبر اليوم السادس. من يوم الجمعة النهاردة اليوم السادس ويعتبر النهاردة ما احنا لحد الان من الصبح مش لاقين اي حاجة. احنا بندعو الله وبنتمنى اللي يسمعنا كله يدعي ربنا سبحانه وتعالى لان الحلول الدنيوية انا شايف ان هي بقت في النهاية فما عادش الا بنقول يا رب وربنا هو صاحب القرار وان شاء الله ربنا يطمنكم ونتمنى قبل زوال هذا اليوم ان شاء الله نلاقي نور ويندفن وامه وابوه ان شاء الله ربنا يعوضهم خير يا رب عنه. طب ايه طلباتك حضرتك دلوقتي يا استاذنا؟ احنا من يوم الجمعه واحنا يعتبر احنا اللي بندور الناس اللي بتيجي متطوعين الحكومه لحد الان مفيش اي حاجه بتتقال. لا امال اللانشات اللي نزلت انا بشوف على الفيس في لانشات موجوده بعد زياره سياده اللواء جمال نور الدين في اللانشات كانت موجوده وما اللانشات اللي كانوا موجودين دول ايه؟ لانشين خشب الصيادين متبرعين بيهم. لا ده كان في لانشات وغواصين موجودين انتم مصورينه محطوط على الفيس. يا استاذنا هرد على حضرتك لانشين خشب ولانش تاني من اللي هو بتاع القوات البحرين. اه اللانش ده دوروا امبارح ما وصلوا ما نزلوش كمان ان حتى كانوا نازلين يعني هم كانوا ما بينهم وما بين اللسان يجي 100 متر في البحر. ما هو المشكله ان يعني معظم الناس اللي بتنزل بتقول لك ان الجو في بلطيم خلال الايام دي الموج عالي جدا، هل الكلام ده مظبوط؟ حضرتك الموج كان عالي الجمعه وكان عالي الخميس كان عالي الجمعه والسبت والحد والاثنين والثلاث لكن النهارده الموج ما فيه يعتبر معدوم خالص. طب كم واحد في المايه النهارده؟ كم في واحد من الغطاسين ولا الناس المتطوعين ولا الناس اللي هم جايين تقريبا في حدود كم واحد في المايه؟ النهارده كان في المايه غطاسين متطوعين ست متطوعين. اه دول ستة متطوعين اللي جم امبارح بتوع القوات البحرية نزلوا شوية بالليل والمغرب قاموا طلعوا باتوا وتاني يوم نزلوا الصبح يجي ساعة ولا نص ساعة وقاموا خدوا بعضهم ومشوا. ان شاء الله ربنا ان شاء الله نتمنى وبندعو كلنا ربنا ان شاء الله ان هو خلال وربنا يصبر ابوه ويصبر امه. في حد نقدر نكلمه من 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 قرايبه اللي هم الاساسيين والده ولا والدته؟ انا ممكن اشوف حد دلوقتي اديله التليفون يكلمه. لو والده ولا والدته يبقى جزاك الله خير نعزيها لو كان في امكانيه يعني. والله انا اتفضل. احنا اصلا كلنا مش في مكان واحد يا سيدي تعزينا لهم وان شاء الله شوف ايه المطلوب. احنا يعني بنضم صوتنا لصوتك ونتمنى خلال النهارده يعني نتمنى وندعو ربنا كلنا جميعا ان النهارده يكون اخر يوم في التدوير وندفن النهارده نور ان شاء الله وندعو الله ذلك. يا استاذنا اخر يوم ازاي وهم لسه لا انا بقول لك ان شاء الله يبقى اخر يوم وربنا نلاقيه النهارده ان شاء الله. يا رب نتمنى. انا بدعو والله بندعو ربنا واللي يسمعنا كله يا ريت يدعي. لا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى كلنا جميعا ان ربنا يطمن ابوه ويطمن امه ويطمنكم ويطلع
ودي امنيه حد عاوز يدفن ابنه يعني، ما فيش امنيه اكتر اقل من كده يعني. والله الناس حالتهم صعبه فوق مما تتخيل. طبيعي 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 طبيعي، ربنا يصبرهم وربنا يرخي عليهم الصبر ورب وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني. انا بتمنى خلال الساعات اللي جايه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعواتنا كلنا ونسمع خبر كويس ان نور ان شاء الله لقتوه ويطلع بالسلامه ان شاء الله، وان شاء الله يندفن وندعي له كلنا بالرحمه، وان شاء الله يعني ربنا يصبر ابوه ويصبر امه ويعوضهم خير. انا بشكرك يا استاذ ابراهيم وبضم صوت لصوتك، وان شاء الله نحاول نعمل مداخله لمعالي الوزير اللواء جمال نور الدين، وان شاء الله ربنا ان شاء الله اللي جاي بافضل يعني. شكرا يا استاذنا. طبعا في ناس كتيره جدا متطوعين واتصلنا بكتير جدا اللي هم الناس اللي هم الكنسيين. طيب كان عندنا بقى الغطاس الاستاذ الكبير هشام الشبكي موجود معانا دلوقتي وجاي من اسكندريه على فكره مخصوص، وكان بيطلع اكتر من حال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا باشا؟ والله يا اخي جزاك الله خير وربنا يجعله في ميزان حسناتك، ويكفي كل الناس اللي بتسمعوا عليهم، وشرف لينا ان انت تيجي في كفر الشيخ، وانا عارف ان انت جاي من اسكندريه وكان في اكتر من حاله هناك، وده شرف كبير لينا احنا ما نقدرش نقول لك عليه ايه يعني. عفوا انت حضرتك طلبت غلط، انت طلبت هشام الشبكي. اكلته امبارح الكابتن ايهاب الملحي. انا عندي فريق دلوقتي رقم 12 وشغال عليه في شاطئ النخيل. انا منتظر اطلع الجثمان واجي باذن الله على عندكم. هتيجي امتى ان شاء الله؟ طب انا عاوز استفسر منك حاجه يا كابتن الله يكرمك. اؤمرني. احنا بقى لنا دلوقتي 6 ايام. الولا في الحجاره. في الحجاره، انما بعد بره ما عادش موجود بره. كان طلع يا باشا. لو بره كان طلع يعني، احنا عاوزين نطمن برضو الناس اللي تسمعنا دلوقتي نقوله يعني موضوع انه يمشي على الشط ويمشي على الشط ده ما عادش لها جدوى. لو مشى لمده 30 كيلو كان زمان الناس شافته وبلغت. انا عارف ان انت خبير تطلع ناس من الحجاره، يعني يمكن رقم واحد في مش هنقوله في العالم، في مصر يعني. حتى انت في اخر مكالمه قلت ان سيبولي الحجاره اللي تحت وانا ان شاء الله جاي ادورها. باذن الله نكدينا. هتكون موجود عندنا هنا امتى كابتن؟ الله يبارك لك. ادعينا ربنا يعطرنا في الجثمان اللي هنا في النخيل يا رب، وربنا يسهل هذا يطلع لكم نور باذن الله. كان في كابتن جاي من يمك من اسكندريه النهارده، ولكن الظروف اللي هو الكابتن محمد عمل حادثه، وندعو الله ان ربنا يقومه بالسلامه، واحنا يعني نتمنى له الشفاء واحنا تحت امره، واحنا حقيقي كلنا منتظرينك لان سمعتك سبقاك، وبنتمنى بنتمنى ان شاء الله ان ربنا يطمنك وبرضه في الناس اللي موجوده عندك، الغريق اللي موجود عندك، وننتظرك في كفر الشيخ يكون النهارده او بكره يا رب. يا حبيبي شرف ليا باذن الله، بس انا ارجو من الجميع يدعوا للاثنين ربنا يعطرنا فيهم. والله انا بنقول له مصر كلها تدعي، يعني مصر كلها تدعي، لان طبعا يعني كلنا يمكن يكون فينا حد صالح ربنا يستجاب له ويطلع. مش بيطلع بينا ده، بيطلع بدعاكم. والله كلنا بندعي. وفقنا بيه باذن الله. والله كلنا بندعي، والباشمهندس نور ده من الشخصيات اللي الدنيا كلها بتحبها، يعني انت لو شفت الشط اللي موجود عليه يعني كل الناس موجوده، كل الناس متطوعه، وكل اليوم ما بيتاخر، كل ما بيزيد قلق لابوه وامه، بنتمنى من ربنا ان شاء الله. معاكوا 10 12 يوم ما تقلقوش على الجثمان. الجثمان لو في الحجاره هيقعد 10 او 12 يوم. والله دي حاجه تطمنا يعني، يعني لان احنا برضو قلقانين جامد من موضوع اللي نطلع من غريق اللي هنا واجي لكم بلطيم باذن الله. يا انت هتنور الدنيا كلها وربنا يجعله في ميزان حسناتك، والحقيقه انت من الشخصيات اللي كل الناس بترحب بيها، واحنا في كفر الشيخ بنرحب بيك، وربنا يعطرك في 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 الشهيد اللي عندك ويطلع بالسلامه النهارده ان شاء الله، ونستناك يبقى بكره يعني يبقى حظنا حلو لو ان شاء الله يعني تم هناك. حلو وبكره نطلع الاثنين باذن الله. يا رب يا رب، واحنا شاكرين جدا ليك وشاكرين جدا يعني اتصالك، ووسام على صدورنا ان حضرتك تبقى موجود عندنا. تحت امرك يا ريس. ربنا يبارك لك، شكرا يا هشام بيه، شكرا يا كابتن هشام. اتفضل يا باشا. الله يكرمك. طبعا كان عندنا غواصين من الشيخ مبارك وعندنا من كل المناطق اللي موجودين، لان المناطق الساحليه دايما فيها ناس كتيره جدا بتكون قادره ان هي تقدر ان هي تشتغل في الغطس، وعندهم فكره جامده جدا يعني. فخلال الفتره دي نزل ناس كتيره جدا من الشيخ مبارك، وناس كتيره جدا من بلطيم، وناس كتيره جدا من جمصه، الحقيقه ان الناس المتطوعين كتيره جدا. فاحنا بنتمنى خلال الفترات اللي موجوده، احنا اهم حاجه الدعاء، كلنا لازم ندعي وكلنا لازم نبقى موجودين، وبنقول له لوالد نور ووالده نور الباقيه في حياتكم، وربنا ان شاء الله يجعلها اخر الاحزان، وربنا يصبركم لان الحمل اللي انتم شايلينه تقيل، واحنا صوتنا مع صوتكم واحنا تحت امركم في اي حاجه. النهارده في غطاسين كتيره جدا موجودين في بلطيم، وفي بنتمنى ان هم يبقوا موجودين، وبنتمنى ان القرى اللي موجوده كانت طبعا كلنا موضوع ان احنا نمشي على الشط او نشوف حد على الشط،
كان في امكانيه ان احنا نقدر نمشي على الشط من لاي مكان كان. وانا بوجه صوتي دلوقتي لاي غطاس في اي مكان، احنا عربياتنا جاهزه، لو يجي طيران عاوز يجي عربيات نبعت له سيارات تجيبه من اي مكان، احنا جاهزين من اي مكان كان نقدر نجيبه، وهو بس يتصل ويقول انا في الغردقه في شرم الشيخ في اي مكان، احنا ان شاء الله نقدر نجيب. طبعا معنا اتصال تاني من الكابتن محمود القرش اللي هو غطاس من بلطيم. الو الو، السلام عليكم. سلام الله وبركاته، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك لك ويخليك، واحنا بنشكر جهودك، لان احنا اللي انا عارفه ان انت قمت بعمليه كبيره جدا مع نور، وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتك. الله يخليك، وان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله انتظروا مفاجآت ان شاء الله يا باشا. الله يبارك لك، بس احنا عاوزين نطمن الناس بس بحاجه واحده، احنا بقى لنا 6 ايام دلوقتي، هل يعني احنا عاوزينك تطمن الناس على جثمان، هل ممكن يكون موجود فين؟ لا طبعا بخبرتك اللي هي موجوده يعني. انا بس عايز اشرح للناس حاجه. اتفضل. وبرضه انا عاوزك تاخد راحتك، يعني انا عاوزك تاخد راحتك خالص، لان احنا نور ده ابننا، واحنا كلنا حاطين نفسنا مكان الاب والام، لان الاب والام ده يعني ربنا يتولاهم. انا ابني لما بيتاخر عليا ساعه ولا ساعتين ما بعرفش انام، وبيبقى بره. في نقطه حضرتك عايز اتكلم فيها اولا قبل اي حاجه. اتفضل. انا يعني تحيتي الاول للساد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا. اتنين، ان انا برجو قيادة القوات المسلحة انهم يوفروا لنا طيارات خاصة بالانقاذ، الريسكيو، طيارات الريسكيو، لان حضرتك حالات الغرق كلها احنا ما بنلاقيش اي حد يساعدنا طيارات ريسكيو. فاحنا طيارات الانقاذ دي حضرتك بتبقى موجودة بس في البحر الاحمر عامة، اذا كان في شمال او جنوب سيناء، في شرم الشيخ والغردقة، ده شغلنا الطبيعي مع الجيش. لكن انا بناشد سيادة الرئيس وزير الدفاع واي مسؤول يقدر يوفر لنا في مصر، اذا كان في المنطقة الشمالية العسكرية او المنطقة او في 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 في, في القاهرة، انه يقدر يوفر لنا يعني اقل حاجة. احنا مش عايزين ما بنطلبش حاجة غير طيارات تطلع تدور على اولادنا في المية، ما حدش يرضاها. لا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا عارف ان هو بيحب شعبه وعارف انه راجل جدع وراجل ما فيش زيه، واحنا يعني شايفين انجازاته. يا ريس احنا بنطالب حضرتك انك توفر لنا طيارات انقاذ الارواح، مش بالساهل. لا هو هيقبل ان ابنه يغرق ولا حفيده يغرق ولا اخوه يغرق ويسيبه كده في الميه. طبعا طبعا طبعا. انت لو شفت الرئيس عامل ايه في الناس اللي كانوا في ليبيا، ولا ان كانوا الناس بتبقى بره، وده يعني انت يعني مش يعني موضوع مش ضايق عن حد يعني. يا فندم انا عارف جهود سياده الرئيس وجهود وزاره الدفاع وجهود وزاره الداخليه، بس انا بناشدهم ان هم يوفروا لنا. ممكن الحاجه دي ما تبقاش موجوده او باوردر من المخابرات العامه او مخابرات الحربيه او هيئه الاستطلاع. انا بناشدهم ان هم يوفروا لنا لما يكون في حاله غرق، هم يتواصلوا معانا كمدربين غطس او كغطاسين، ان احنا نقدر نساعد الناس دي. لان حضرتك انا بقالي يومين بحاول في المنطقه الشماليه العسكريه ان انا اروح، وبحاول ان انا اجر طياره خاصه من اي فلاي على اساس ان انا اجيب الغريق، لان الغريق مش بالسهل حضرتك، ده بقاله 5 ايام. لا هو ممكن يكون في مكان بعيد في الميه يعني. ايوه حضرتك، بص حضرتك، احنا عندنا كدارسين في الغطس في طيارات سحب وطيارات انغماسيه وطيارات في طيارات كتير جدا في الميه، زائد الدوامات، زائد القاع. حضرتك القاع، انواع القاع ايه تحت الميه؟ شبه اللي هو منحدر مستقيم، في منحدرات تحت الميه. لازم نعرف القاع اللي احنا شغالين ايه. الناس شغاله تشكر وعلى دماغي وتعبانين جدا، الغطاسين اخواتي شغالين وطالع عين اللي خلفوهم، بس انا اسف على الفاضي، لان حضرتك هناك البحر حاجه وحشه، لا في اضاءه ولا في ترشات تحت الميه، اضاءه تحت الميه، ولا الناس عارفه تشتغل، لان حضرتك ما فيش حاجه تساعدهم. الناس شغاله بالمجهود الذاتي، يعني بيلبس عدته الله يقويه وينزل تحت الميه. حضرتك متخيل الطيارات في الميه قويه جدا، بتشيل الغطاس ترميه على الصخر، يعني ممكن الغطاس يموت. متخيل حضرتك؟ احنا بجد احنا بنعمل عمليات انتحاريه، الغطاسين هناك بتعمل عمليات انتحاريه، حضرتك مش متخيل يا فندم. الموضوع كبير جدا، احنا محتاجين طياره تعمل لنا تمشيط يا فندم من فوق، لان اولا الجثه المفروض ان هي في حالات دلوقتي للجثه، يا اما هي شبكه تحت الميه، في حاجه تحت الميه، ولان الدنيا عتمه والميه معكره، الميه معكره جامد ومفيش رؤيه خالص تحت الميه. فاحنا بنحاول بالجهود الذاتيه على قد ما نقدر ان احنا نحسس واحنا ماشيين، وده ما ينفعش حضرتك. اتنين، ممكن ان هو يكون دخل وسط
الصخور اللي حضرتك محطوطه لصد الميه، ممكن يبقى هو دخل في اي حاجه وسط الصخور يبقى هو موجود واحنا برضو مش عارفين نلاقيه. ثلاثه حضرتك انه ممكن التيارات الانغماسيه والانجرافيه دي خدته للقاع، وممكن التيارات السحبه تكون طلعته بره حسب اتجاه الريح شمال مثلا خدته شمال. حضرتك انت متخيل بني ادم في الميه خمس ايام ما احنا مش عارفين هو اللي هو تحت الصخر اللي هو طفى وطلع في تيارات السحب واتجه شمال؟ احنا عايزين الطياره يا فندم، وبالناشد المسؤولين وبالناشد حضرتك وبالناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ابونا واخونا الكبير ان هو بكل الانجازات العظيمه اللي هو عملها في مصر، عايزين طيارات تساعدنا كغطاسين ان احنا نطلع الناس اللي بتموت في الميه. احنا اكتر من كده، واحنا لله والله يا فندم احنا ما عايزين فلوس. قال والله يا استاذ محمود، يا كابتن محمود، الناس كلها قالت بالنسبه لك، بس انا عاوز استفسر من حضرتك حاجه. يعني بصفتك انت طلعت اكتر من غريق وحضرت الموال ده كله يعني اكتر من مكان، اكبر غريق عندك قعد في المايه كام يوم؟ حضرتك الغرقه عامه يا امتا انت بتنزل بتلاقيهم اذا كان مثلا في مايه فيها الرؤيه منعدمه زي مثلا البحر الابيض او النيل او حاجه زي كده، بيقعد معانا فتره كبيره عبال ما بنلاقيه لان الرؤيه منعدمه، انت ما بتعرفش فين، بتستنى عليه لما يطفو فوق وش المايه وتبدا تجيبه. بس احنا في المياه المفتوحه زي البحر الابيض المتوسط او اسكندريه او الساحل او بلطيم او الاماكن دي، حضرتك بتبقى الرؤيه منعدمه زائد ان انت في بحر مفتوح. يعني لو هي رؤيه منعدمه زي النيل مثلا وعلى قده مثلا المساحه بتاعته مش كبيره، الارض بتاعه مش كبير، بتقدر تلاقي الغريق قدامك. ليه؟ لان انت بتشوفه بعين المجرده قدامك. بيطفو في وش المايه وتقدر تشوفه، حتى لو نط قدامك المايه بتعرف تنزل تجيبه لان المساحه برضو مش كبيره. لا انا بتكلم يعني الفتره اكبر غريق قعد فتره قد ايه؟ لان احنا طبعا ست ايام بالنسبه لنا كبير. حضرتك خمس ايام او ست ايام وهو المفروض من اليوم الثاني حضرتك بيطلع فوق وش المايه، بيتنفخ ويطلع فوق وش المايه وبيقدر يظهر، لكن حضرتك انت ما بتعرفش هو بيطلع امتى. يعني هو لو غرق بالليل مثلا بياخد يوم 24 ساعه يبدا ان هو يظهر. طب هو لو طفى فوق وش الميه طفى الصبح واحنا شفناه، ولا طفى بالليل والطيارات السحبه خدته واتجه شمال مع الطيارات واحنا ما شفناهوش ولا قدرنا نشوفه لان احنا متخيلين لغايه دلوقتي ان هو فين؟ تحت الميه. ان هو طلع بالليل مثلا الساعه 2 3 بالليل والناس مش شايفه حاجه والبحر كبير وطلع مشى في الميه واحنا ما شفناش اي حاجه ولا عرفنا نشوفه. فده بيبقى شغلانه في الوقت دوت حضرتك اللي بيساعدنا ربنا اولا ثم طيارات الانقاذ حضرتك الريسكيو او لانشات الريسكيو. احنا بنطالب بس ان يبقى في لانشات ريسكيو. او حضرتك في حاجه تانية انا بقترحها وانا مستعد اعملها لوجه الله الكريم، انا مش عايز اي حاجه لاولاد بلدي ولاخواتي. ربنا يبارك لك يا كابتن محمود. انا والغطاسين كلهم على فكره، مش انا لوحدي، انا وكل غطاسين مصر مستعدين ان احنا نعمل كورسات او دورات انقاذ نفهم الناس ونوضح للناس قبل ما تنط الميه يا فندم انت ممكن تنقذ البني ادم او اخوك او صاحبك او ايا كان، تنقذه وانت لسه واقف على 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 الشاطئ بره وانت لابس هدومك كمان. طب ما احنا يعني ممكن نتعاون في الموضوع ده يا كابتن محمود، احنا ممكن نتعاون كاعلام وانتوا نتعاون في الموضوع دوت ويجبه عملي، يعني يجبه عملي صوت وصوره. ارجو لو حضرتك انا ممكن اعمل الكلام دوت لو دورات، حتى لو في برامج تلفزيونيه اطلع في برنامج مثلا يوم اثنين ثلاثه كام يا باشا. انا تليفوني هيكون على الشاشه بعد شويه هتشوفه وتاخده ونتواصل معاك بعد الحلقه، وانا تليفون اساسا تليفونك معايا ونتواصل واللي نقدر نخدمه. بس انا بسال سؤال يا كابتن محمود، النهارده الغريب ست ايام الجثه بتاعتك بنظامها ايه؟ حضرتك دلوقتي المفروض يحصل كالاتي، غريق ست ايام المفروض، انا على فكره انا كنت رايح له امبارح وكنت بخلص في موضوع طياره الانقاذ انا ودكتور مدحت من عندهم من كفر الشيخ، الدكتور مدحت عايش في السعوديه والدكتور احمد من عندهم من كفر الشيخ والحاج عبد الرازق عوكل والحاج وبعض الناس المحترمه، في ناس محترمه كتير جدا
ويعني في والدكتور عبد الله في ناس كتير محترمه اتصلت بيا وناس كتير اتصلت بيا من السعوديه ومن امريكا ومن دول يا سيدي ربنا يبارك لهم وربنا يخليك وربنا يخلي الشباب واحنا نحاول ان شاء الله يا كابتن محمود هنتواصل مع سياده اللواء جمال نور الدين وهو انا عارف ان الراجل ما بيتاخرش في اي حاجه خالص وشايفينه من اول ما مسك وهو موجود في الشارع وبنقول له طبعا ده ابنه زي ما هو ابننا كلنا واحنا بنشكرك مره ثانيه وثالثه وهنتواصل معاك ان شاء الله بعد الحلقه شاكرين جدا لاتصالك وشاكرين جدا لوجودك وطبعا اهالي بلطيم واهالي الشيخ مبارك والناس دي كلهم اهالينا وعلى دماغنا من فوق شكرا كابتن محمود طبعا احنا بنحاول نتواصل مع سيادة اللواء جمال نور الدين ونشوف اخر تطورات اللي هي اللي عملتها المحافظة او اللي هنبدأ نعملها خلال الفترة اللي موجودة ديت وان شاء الله ان شاء الله ربنا يطمنا ويخرج نور خلال النهاردة ان شاء الله نتمنى وندعو ربنا كلنا ان نور يخرج ويطمن اهله وان شاء الله اللي جايك بافضل بحاجات كتيرة جدا مرة تانية احنا بنناشد جميع الغطاسين اللي موجودين في مصر في اي مكان كان احنا على استعداد ان احنا نقدر نجيبك من اي مكان نقدر بعربياتنا نروح نجيبك بطيران تحجز ونجيبك اي مكان كان احنا تحت امرك فيه لان احنا بنقوله ست ايام لاب وام حاجة كبيرة جدا يعني خلال الفترة دي عاوزين نشوفه يعني هل يا ترى ان 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 لو طلع النهارده ان جونسمان هيطلع ازاي ظروفه ازاي بنتمنى وندعو من ربنا وكلنا لازم ندعي يعني كلنا لازم ندعي ونقول يا رب واللي جايك بقى افضل وان شاء الله هناخد فاصل ونرجع لكم تاني انت دخل الو ورجعنا لكم بعد الفاصل والحقيقه احنا كان مفروض ضيف معانا الشيخ رضا الفقي وكنا عاملين حلقة ان احنا دايما ندخل الجانب الديني موجود ونعمل شوية دعاء ولكن لظروف المواصلات هو ما قدرش يجي ففي نهاية هذا اللقاء بنعزي اهل الرغامة كلهم وبنعزي والد نور ووالدة نور وقرايب نور وبنقول لهم البقية في حياتكم واحنا وراكم واي حاجة نقدر نعملها احنا مش هنتأخر في اي حاجة وربنا ان شاء الله يجعلها اخر الاحزان والحقيقة رجالة الرغامة بيقفوا في كل المواقف والنهاردة انا شايفهم ومبارح واول وخلال الست ايام موجودين وعلى الشاطئ بيروحوا بيجوا ربنا يبارك لهم وربنا وانا بقول اللي عاوز يعمل اي حاجة من غير مظهرية ومن غير اي حاجة اما قلنا احنا عاوزين نعمل حلقة على موضوع نور ونقدر نساعد باي حاجه نوصل صوت لاي حاجه واحد بيقول لك طبعا هنستفاد ايه اما تعملوا حلقات لا يا عم احنا مش هنستفاد احنا بنقول كل واحد اللي يقدر في مكان اللي شغال في الاعلام يقدر يوصل صوت في حاجه اللي شغال في مكان يقدر يوصل عضو مجلس الشعب يقدر يوصل مسؤول يقدر يوصل وكلنا نجبى في مكان واحد لان احنا معرضين كلنا ان احنا نجبى مكان والد نور يعني الموارد النهارده عندك النهارده ممكن عندي محدش عارف الظروف عامل ايه ربنا ان شاء الله ما يجيبش احزان خالص وربنا يجعلها اخر الاحزان وربنا يعني يرخي على ابو نور وام نور الصبر والسلوان وبنعزيهم مره ثانيه وثالثه ورابعه بنقول لهم كتر الف خيركم وطبعا احنا بنقوله خلال الفتره دي بلاش نجرح في حد ان كان مرشح ولا ان كان رايح ولا ان كان جاي لان ما حدش عارف ظروف الناس ايه ففي نهايه هذا اللقاء بنتمنى ان قبل ما النهارده ينتهي ان شاء الله ربنا ان شاء الله يخرج لنا نور من البحر وان شاء الله يعني بنتمنى مره ثانيه ان اللي سمعنا دلوقتي يدعي النور ولب نور وابو نور وفي نهاية هذا اللقاء نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.